اجي الكابتن علي ابتدي معاك. موسم ابتدى كعبله شويه، اصابه لعيبه مهمه جدا، ثريا بعديها خساره ماتش السوبر، يعني لا فتره الاداء ما عملناش فتره الاداء كان في المنتخب كمان. كان تسعه في المنتخب. كانت مهمه البطوله دي يا كابتن. طبعا يعني انت شايفها كانت مهمه بالنسبه لي. طبعا بطوله، طبعا النادي الاهلي اي بطوله بالنسبه لي شغال في النادي الاهلي بتبقى مهمه بالنسبه لك ولازم المكسب طبعا. خلي بالك دي جايه بعد يعني كعبله زي ما بيقولوا، جايه زي ما قلت لك فتره الاعداد ما لحقناش، ما اشتغلناش 10 ايام. بعد كده جت اصابه ثريا طبعا مؤثره جدا، ربنا يرجعها بالسلامه يا رب. بقى ماتش السوبر برده ما كناش موفقين، فكانت مهمه ان احنا ناخد الثقه تاني ونرجع.